التي يمكن أن تقيس فيها إيمانك، وهو مقياس لا يخطئ. علاقتك في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن صلاة الفجر بالذات وقتها في عز نوم الإنسان واحتياجهم إلى الراحة، فقيامك وضوءك وإقبالك إلى الله في بيت من بيوته لأداء هذه الصلاة، والحرص والمحافظة والمداومة على هذه الصلاة في الجماعات، والله دليل على إخلاصك وصدقك وإيمانك. فهذا معيار وميزان تقيس فيه إيمانك ارتفاعا أو نزولا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح، خصها بهذا الشرف، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. خاصية لصلاة الصبح. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لشرف صلاة الفجر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر فلها ميزة تغيث فيها إيمانك، ميزان لا يخطئ، فاحرص على المحافظة عليها.